طاسي ان 5 مشكل هو ديال الدوريتا التفرقع ديال التيربو اللي فيها الكابتور ديال بريسيون تيربو ها هو الشيء من الفرقعات كتولي تسمى بش في الاكسيراتور وما تتيريش الطوموبيل وتبقى تنقط الزيت. هي خدينا بها وحده جديده نركبو عليها المشكل ديالها هو الفرقعه صافي ديالها تتفرقع و متبقاش تيري و تتبقى تسمع في الكسيراتور يعني تضيع الريح تضيع. مشينا خدينا على جديدة هاهي الكابتور ديال البريسيون وصلو و ركبوه في هاديك التوريسة عاد نركبوه ان شاء الله تنوصلو بالجي بي تي ار خوفو مزيان زي الكوليس مزيان غير ركبة التوريسات ركبة الفيشة هذا ديالها صافي غير مزيان ما يكونش بريز داير تما ما تدخلش الريح فهمتي صافي بارك اجي دور هاد الكوليه وزير من الجهه اخرى تاعي يزير مزيان صافي صافي جوج سبع بلاط كرينو نزير ولا ثمانية بلاط شوف سبعة ولا ثمانية سبعة يلا جيب سبعة بلاط كرينو نزير جيب سبعة بلاط كرينو نزير نزيرو مزيان لا بدي سبعة بلاط كرينو هي الدوريسة اللي بقينا نفرقها تبدل كومبلي دايرة في ويد ديال الزيت هنا من البريسيون ديال لير شو الزيت فين تيتلاح هنايا بسبب هاد الدوريسة هادي اللي مفرقها تتلوح الزيت تتلوح هنا شويه لاكريس باش يدخل ساهل دير جوج د لاكريس هنا باش يدخل ساهل دفعو دابا ركب سير ارتفع راه غادي سير ارتفع ارتفع مزيان ركب الاخر دير لي لاكريس تا هو ركب
نركب فادم فلتر الريح. يلا صافي جمع هركب فلتر الريح ديالها وصافي ونديماريو. صافي ناضي ركب داك الفيز ديال تما. الله يسخر مرة ديالها.